كملت مع النادي الاهلي، في ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ كملت بقى بعد كده مستر كارتيرون مشي، مسك كابتن يوسف كام ماتش كده لحد ما مستر لاسارتي وصل القاهره. مسك مستر لاسارتي لعبت معاه ماتش في الجزائر، كان بيلعبني ديفندر تالت في الثلاثه بتوع نص الملعب. شباب القبائل كان ولا ايه؟ شبيبه. اتعادلنا 1-1. اتعادلت 1-1 وفي جول ما اتحسبش للشبيبه، كان تسلل. الله ينور عليك، صح كده بالظبط. رجعنا بقى القاهره، كان عندنا ماتش ودي، كان عايز نلعب رقم 6. كنت تلعب انت ديفندر تالت لان احمد فتحي كمان كان مصاب، فما كانش في حد يلعبه في نص الملعب. شفت انا فاكر ازاي؟ الله ينور عليك، صح كده. رجعنا القاهره، كان عندنا ماتش ودي قبل ماتشات الدوري بقى وكده يعني. فطلب مني ان انا العب ديفندر رقم 6. فسته ده بعيد قوي عن مكاني يعني. انا ممكن العب 8. ماشي، اديك لاني بلعب 8 وبلعب 10. اديك مزقوق ناحيه قدام. بلعب 8 10 ماشي على الاطراف. على الاطراف. وممكن العب باك ليفت كمان. والله لا، معلومه باك ليفت جديده. لعبتها مع كابتن حلمي طولان في سموحه. ولعبتها مع الكابتن بسيوني في الجيش. ماتش سموحه اللي عملت فيه اسيست السنه دي. بعدين هو عايز يلعبني رقم 6، بس دي النقطه الوحيده اللي انا قلت له لا، المكان ده انا مش هعرف العبه. صعب جدا، ده عايز واحد يجري طول الوقت ويقطع. كان مدرب كويس. هو مدرب كويس بس ما بيتعاملش كويس مع اللعيبه يعني. مدرب يعني كويس كتمرين وكشغل مع الناس اللي كانت شغاله معاه. مدرب كويس بس مشكلته بقى في التعامل يعني. انا يعني قلت له كده، اكتر لعيب اشتكى يعني، سواء اللعيبه اللي مشيت او اللعيبه اللي موجوده في النادي. انا قلت له الكلمه دي يا ابراهيم، ما دخلتش السكور تاني. دخلتش يعني انا قلت له انا مش عايز العب ديفندر رقم 6 ولعبني 8 او 10 او على الاطراف. طيب انت فاكر ما دخلتش بقى كويس اللي هقوله لك ده؟ وليد سليمان ما بيلعبش على ملعب ترتان. ما لعبش، ما بيلعبش على ملعب ترتان، فانتوا كنت هتلعبوا الشبيبه. الله ينور عليك. الماتش ده وليد هو قبل ما يسافر قال له مش هتلعب. وليد قال له انا عندي مشكله، عندي اصابه. انا بحكي لك بقى كواليس، انا عارف، ما انا عارف منها. انا نفس الكواليس دي انا عارف، انا شاهد على الكلام اللي انا قلته. فقال له انا عندي مشكله في ركبتي، ما بلعبش على ملاعب ترتان، وده من زمان وانا كده ده يعني الموضوع منتهي. فقال له هاخدك معايا بس مش هتشارك ومش هتلعب وكده، وامنه. وراح بس لقى نفسه اتفاجئ يوم التمرين اللي هي التراي ماتش، اللي هو قبل الماتش بيوم. وليد معانا في البادئ، بادئ معاكم، بادئ معانا. اتصاب في الماتش ده، اتصاب في الماتش، قعد بقى بتاع شهرين ثلاثة، بتاع شهرين ثلاثة مصاب. فدي تصرفات من مدير فني برضو تعكس لك. شوف انا بقول لك كواليس اكني هو موجود معاك. هو ما كانش بيتعامل معانا كويس. ليه؟ انا بقول لك مستر كارتيرون كان بيتعامل معانا كويس، وكابتن حسام البدري كان بيتعامل معانا كويس. لان الناس دي كانت بتعاملي على المستوى النفسي اللي هو بيعاملك بني ادم، بيتعامل معاك كويس. شخصية يعني. انا طلبت منه ان انا ما العبش رقم 6، ما دخلتش السكور تاني. انا على فكره من اخر ماتش شبيبتي الجزائر ما لعبتش تاني في الاهلي، ما لعبتش تاني 6 شهور ما بلعبش معاه. ما خدتش فرصه، ما خدتش الناس ساكت الكوره بقى. بناء على انا مشيت. ده كان قرار فني منه هو. انما كان كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد والناس في النادي ما كانوش عايزين يمشوني. ما ده الفرق بقى، هو الاهلي كده، الاهلي كده. الاهلي مع المدير الفني، مع المدير الفني قال يمشي. حتى لو المدير الفني ده مثلا هم شايفين ان هو هيمشي في وقت من الاوقات، او هو مش مادي كويس، يقول لك لا، المدير الفني قال يمشي مالك خلاص زمانه يمشي. في الحته دي اهو، ده اللي حصل معايا بالظبط. ان انا النادي مش عايز يمشيني. لان انا لاعب سنه ونص وكنت ماشي كويس. يعني الفترة اللي لعبتها اساسي مع كارتيرون، او الفترة بتاعت هو مشي حسام. هو مشي بعد ما انت مشيت بكتير ولا؟ انا مشيت وبعدها ب 10 ايام هو مشي. طبعا انت بقى ايه؟ كنت هتجنن. طب مش يعني، طب خلاص انت بتمشي قبلي. انت سئيل قوي. ايوه انت خلص عليا يعني حاجة. انا سنة ونص ماشي كويس جدا، والجمهور والنادي وكل الناس بتحبني وماشي كويس جدا. فجأة مرة واحدة هو قال لي امشي، مشيت، هو مشي بعدها. بس فدي كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي، ان انا مشيت وانا كويس. يعني انا مشيت من الاهلي وانا كويس، مش وحش. يعني كنت بجيب اجوان، وكنت مؤثر، واسستات اجوال، كنت ماشي كويس جدا.